مستشفى سرطان الأطفال 57357. قامت المؤسسة بزيادة دعمها السنوي لمستشفى 57357 ليصل إلى 3.5 مليون جنيه مصري للمساهمة في نفقات العمليات الجراحية والخدمات الطبية والعلاجية التي تقدم للأطفال المرضى مع زيادة أسعار العلاج المستمرة. وشمل التبرع أيضاً إضافة 60 سريراً لدعم التوسعات المستقبلية للمستشفى. جمعية أصدقاء مستشفيات أبو الريش للأطفال لتقديم أعلى مستويات الخدمة والرعاية الطبية للأطفال، أقر مجلس أمناء المؤسسة دعم تطوير وتجهيز وحدة الطوارئ والاستقبال لمستشفى أبو الريش المنيرة بتكلفة إجمالية قدرها 10 مليون جنيه مصري، ولتحقيق الاستدامة المرجوة للخدمات الطبية المقدمة من خلال وحدة الرعاية المركزة، والتي ساهمت مؤسسة البنك في تطويرها وافتتاحها عام 2012. قدمت المؤسسة تبرعاً قدره 2 مليون جنيه مصري لدعم مصروفات التشغيل السنوية. مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، استكمالاً للتعاون المثمر مع مؤسسة مجدي يعقوب، تم تطوير وتجهيز وحدة الأطفال في المبنى الجديد بمركز أسوان للقلب بتكلفة تقدر ب 14 مليون جنيه مصري، وكذلك توفير الأجهزة الطبية اللازمة للعيادات الخارجية للأطفال بحوالي مليون جنيه مصري. ساهمت المؤسسة في دفع النفقات الخاصة لإجراء 50 عملية قلب مفتوح للأطفال المدرجين على قائمة الانتظار بمبلغ 3 مليون جنيه. مؤسسة جذور للتنمية قوافل 6x6 لفحص العيون. في إطار التعاون السابق والمثمر بين المؤسستين، قامت المؤسسة بتمويل قوافل 6x6 لفحص العيون للمرة الثالثة على التوالي بمبلغ قدره 683 ألف جنيه مصري، وبمشاركة تطوعية شهدت إقبالاً متزايداً من العاملين بالبنك التجاري الدولي. نجحت الحملة في إجراء الفحص الطبي اللازم لحوالي 5400 تلميذ وتلميذة بالمدارس الحكومية في المناطق الريفية في أنحاء الجمهورية بالتعاون مع مستشفى المغربي للعيون، وتم تقديم العلاج الطبي اللازم للمحتاجين، وكذلك توفير النظارات الطبية مع مشاركة المتطوعين في إعطاء النصائح الوقائية والهدايا العينية. مؤسسة يحيى عرفة الخيرية للأطفال، من أجل الإبقاء على الجودة العالية للخدمات الطبية التي تقدمها مستشفيات جامعة عين شمس، وذلك بتطوير وتجديد وحدات علاج الأطفال بالتعاون مع مؤسسة يحيى عرفة الخيرية للأطفال أحد أقدم شركاء مؤسسة البنك التجاري الدولي، تم زيادة مبلغ التبرع السنوي ل 2 مليون جنيه مصري لتمويل مصروفات التشغيل لوحدة جراحة القلب للأطفال بمستشفى البطنة، ووحدة جراحة الأطفال بمستشفى الأطفال الجامعي، ووحدة الأطفال المبتسرين بمستشفى النساء والتوليد. هذا بالإضافة إلى المشاركة في إنشاء الوحدة الثانية للأطفال حديث الولادة. حملة المليون بطانية، تم التبرع بمليون جنيه مصري لصالح بنك الكساء مساهمة في الحملة القومية للمليون بطانية، والعمل على توفيرها للأسر المحتاجة من أبناء الصعيد. حملات التبرع بالدم، قامت المؤسسة بتنظيم حملات للتبرع بالدم في المقرات الرئيسية للبنك التجاري الدولي بالقاهرة والأسكندرية، وذلك بالتعاون مع مؤسسة تكاتف ومؤسسة مستشفى سرطان الأطفال 57357 وجمعية أصدقاء معهد الأورام القومي، وذلك تحت إشراف أطباء وممرضات من مركز خدمات نقل الدم بوزارة الصحة. بلغ عدد العاملين المتبرعين في هذه الحملات إلى ما يقرب من 800 متبرع، وذلك في إطار جهود المؤسسة لمضاعفة أعداد المتبرعين بالدم في مصر. CIB بنك نثق فيه.